الحقيقة إن كل موهبة بتبقى عندنا المفروض إننا نمجد ربنا من خلال الموهبة دي، ومش بيبقى سهل خالص على أي حد إنه يكتشف الموهبة اللي ربنا مديها. بس خلينا نبقى متفقين إن كلنا عندنا حاجة مش عند باقي الناس، وارد تبقى بدرجات، وارد تبقى في مجالات مختلفة، لكن أنت أو أنتي عندكوا حاجة مش موجودة عند حد تاني. ممكن ما تبقاش موهبة بس، ممكن تبقى حاجة في شخصيتكوا، حاجة في شكلكوا، حاجة في طريقتكوا، حاجة بتعرفوا تعملوها مش موجودة عند حد تاني. ودي برضو بنبقى محتاجين طول الوقت اننا نمجد فيها اسم ربنا. وتخيلوا بقى لما الموضوع بيوصل بقى لموهبة، وانه شباب صغيرين يعرفوا يكتشفوا المواهب اللي عندهم، ومن خلال المواهب دي يمجدوا اسم ربنا، ومن خلال المواهب دي يرفعوا طول الوقت اسمنا، علشان احنا طول الوقت على صورة الله ومثاله، وطول الوقت يعرفوا ينموا الحاجة اللي ربنا اديها لهم. ودي مش حاجة سهلة ومش كل الناس بتعرف تعملها. احنا النهاردة معانا موهبة شعرية، عارف يكتشف الموهبة اللي عنده، وعارف ينمي الموهبة اللي عنده. في حد شجعه او هو اللي عمل ده بنفسه؟ ده اللي هنعرفه منه النهارده. خلونا نرحب بضيفنا اللي منورنا جدا النهارده، استاذ عماد ملاك، كاتب ديوان شعر. منور. في خالد، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. اولا بقول لك مبروك على الديوان اللي اتنشر في معرض الكتاب السنه دي، الف الف مبروك، ودايما من نجاح لنجاح. في خالص، الله يبارك فيك. عرفني كده الاول بنفسك، انت من فين وعندك كام سنه وبتعمل ايه؟ بتدرس مش بتدرس؟ قولي كده شويه حاجات عنك شخصيه، وبعدين نبدا بقى في موضوع الشعر. تمام. اولا انا اسمي عماد ملاك، في ثالثه اداب فلسفه جامعه المنيا. بحب الفن عامه والشعر على وجه الخصوص. ابتديت اكتب شعر كده من ازيد من 4 سنين بس كده. انت اصلا من المنيا؟ تمام. وفي ثالثه اداب؟ في ثالثه اداب فلسفه. بدات من 4 سنين، يعني الموضوع بقاله معاك مش سنين، مش عشرات السنين مثلا. لسه انت اصلا اولا سنك صغير، وثانيا الموضوع كمان بدا معاك قريب بس كبر معاك. هو تقريبا كان في ثالثه ثانوي كده. اكتشفت ازاي طب انك بتعرف تكتب شعر؟ هو مع الاحداث، يعني الاحداث اللي حصلت السنين اللي فاتت كلها، هي اللي كانت بمثابه الحافز اللي وداني الحته دي، ان خارج الكلام اللي جوايا. بعدين ابتديت انشر على الفيسبوك كده، كان بدايه كلام ملخبط بس لقيت ناس بتشجع. ابتديت بقى ايه اشوف بينظموا القصيده ازاي، ومع الوقت الدنيا ظبطت معايا. طيب بص، خلينا نبقى مقتنعين انه انت في مجتمع الى حد ما في مشاكل كتيره جدا، خاصه الفتره دي، والمشاكل اللي بنسمعها وبنشوفها في المنيا تخرج اصلا مشاعر من جوه كل واحد عايش جوه المشاكل دي، تخليه شخص مختلف. انت الحاجات اللي عايشينها في المنيا، او المشاكل اللي في المنيا في بعض الاوقات، خرجت منك حاجه او كان ليها تاثير على طريقه كتابك للشعر، ولا انت مش مربطتش خالص، او الموضوع معاك مش مربوط ما بين المجتمع وما بين كتابتك للشعر؟ لا، هو بدايه بعيدا عن المنيا، هو نقطه الانطلاق بالنسبه لي من الاحداث اللي هي الاضطهاد بقى خاص، يعني الشهداء والدنيا دي، فهي دي كانت نقطة الانطلاق بالنسبة لي. يعني انت بدأت بس او الانطلاق بدأ معاك علشان الاضطهاد بشكل عام، بس مش الاضطهاد في المنيا بشكل خاص. تمام. طيب مين شجعك بقى على انك بعد ما اكتشفت ده، او بعد ما حسيت ان انت عندك الموضوع ده، شجعك على انك تكمل وانك تمشي شوية في طريق الشعر؟ بداية كان خدام الكنيسة كانوا بيخلوني، يعني انا زي ما قلت لحضرتك بدأت في ثالثة ثانوي، كانوا بيخلونا اقول في الكنيسه، شعر في الكنيسه. بعد كده على الفيسبوك لقيت تشجيع من الناس. الاول كان في مهندس اسمه مينا صبحي عرفنا على شاعر اسمه سامح سمير، هو ده اللي مش معايا واحده واحده، وعلمني ازاي انظم القصيده وكده، بقى يتابع معايا. كان في ليك مثل اعلى مثلا في الـ في الـ في الناس او في الشعراء اللي احنا عارفينهم واللي اساميهم كبيره، في حد بتحب تقرا له كتير، بتحب تمشي بنفس النهج بتاعه؟ هو مبدئيا كده انا مش حابب حته مثلك الاعلى، لان مثلك الاعلى شايله جواه حد انا عاوز ابقى زيه. لا، انا مش عاوز ابقى زي حد، انا عاوز ابقى عماد، حد ليه شخصيته اللي بتميزه، كتاباته اللي بتميزه، وسط الكم الهائل من الناس اللي بتكتب دلوقتي.
لكن ده ما يمنحش طبعا وجود ناس بحبها وبستفيد من تجربتها سواء من الجيل القديم او الجيل الجديد. زي مين مثلا؟ الجيل القديم في صلاح جاهين، في الابنودي نجم. الجيل الجديد ممكن نقول مصطفى ابراهيم مثلا. جميل. طيب انت قولي بقى الديوان بتاعك اولا، يعني ايه ديوان؟ يعني ايه الفرق ما بين الاشعار العاديه او القصايد والديوان بتاع الشعر؟ هو عاده الديوان اصلا هو الاثنين نفس المبدا، بس الديوان شايل جواه قصايد كتير. يعني مثلا ديوان فيه كذا قصيده بنعملهم في كتاب يسمى ديوان. يعني مثلا كتاب علمي بيتسمى كتاب علمي، لكن بالنسبه لكتاب الشعر اسمه ديوان في الاخر. تمام. طيب عشان انت تحط مجموعه من القصائد داخل الديوان ده، بيبقوا لازم كلهم ماشيين في نفس الاتجاه، ولا ممكن كل قصيده بشكل مختلف وبنهج مختلف وبطريقه مختلفه؟ لانه الاشعار يعني طرقها كتير، وكتابه الشعر وكتابه القصيده مختلفه كمان. لازم كل اللي في الديوان يبقوا ماشيين بنفس الطريقه ونفس الشكل؟ لا مش شرط خالص، وكمان هي بتختلف من كاتب لكاتب. يعني ممكن كاتب يعمل الفكره عامه، كل القصايد اللي جوه الديوان تكمل ايه الفكره بتاعته، وممكن بالنسبه للشاعر الثاني لا الافكار تبقى مختلفه، الطريقه مختلفه، كل حاجه فيه مختلفه. طيب احنا هستاذنك ونستاذن كل المشاهدين، هنروح للكاتدرائيه ماركوسيه بالعباسيه. وصل حالا سياده الرئيس، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للكاتدرائيه. Thank you.
نشاهد مع حضراتكم الآن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمطار القاهرة مساء أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا، وذلك في مستهل زيارته الرسمية الأولى لمصر منذ توليه مهام منصبه، والتي تأتي بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في شتى المجالات. هذه الزيارة تأتي لصالح الشعبين الصديقين، فضلا عن تبادل وجهات النظر بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون، ومواصلة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. والآن نشاهد مع حضراتكم دخول قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاعة المخصصة للتبادل والمحادثات، والتي يهتم قداسة البابا دائما وأبدا باستقبال ضيوفه الكرام داخل هذه القاعة لمناقشة العديد من القضايا الخاصة بالأقباط سواء داخل مصر أو خارجها. وبالطبع نرى مع حضراتكم على شاشة سي تي في هذا اللقاء مع الوفد المرافق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. نتابع مع حضراتكم هذا اللقاء. السيد الرئيس إيمانويل ماكرون، والسيدة الفاضلة مدام مارغريت ماركون، والسادة أعضاء الوفد الفرنسي، يسرني أن أرحب بكم في مقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، وباسم المجمع المقدس وسائر الهيئات القبطية نرحب بكم على أرض مصر المقدسة، والتي تباركت بزيارة العائلة المقدسة في بداية القرن الأول الميلادي. مصر صاحبة التاريخ الطويل والحضارة العميقة والغنية بكل جوانبها الفرعونية والمسيحية والإسلامية والأفريقية والعربية وحضارة البحر الأبيض المتوسط التي تجمعنا
وتجمع بلادنا مصر وفرنسا معا في صداقة قوية ممتدة عبر التاريخ وبين الشعبين المصري والفرنسي في كافة المجالات الثقافية والحضارية والتعليمية والاقتصادية والسياسية. وإذ هناك خصوصية الفرنكوفونية المصرية كرابط ثقافي قوي بين بلدينا، نجده في التاريخ والتعليم والثقافة واللغة، فهناك في قلب باريس المسلة المصرية المشهورة، وهنا على أرض مصر كان كتاب وصف مصر الذي سجله علماء فرنسيين وصار من أهم مراجع التاريخ المصري، وسبقه رحلات عديدة سجلها التاريخ من رحالة فرنسيين وصفوا مشاهد الحياة المصرية السرية في كل أشكالها الحضرية والزراعية والاجتماعية. كل هذا ينم على مقدار التبادل الثقافي بين بلدينا، وكم من أدباء وكتاب مصريين كتبوا قصصهم وأدبهم وهم يدرسون أو يزورون بلادكم الجميلة فرنسا. في هذا الصدد أتذكر زيارة مبعوثا فرنسيا منذ عدة شهور، هو السيد تشارلز بيرسوناز الذي زار بعض الأديرة المصرية في وادي النطرون، وتحدثنا عن ضرورة تعضيد التعليم المصري ودور المكتبات التعليمية وأهمية حفظ التراث مع ضرورة مساندة فرنسا لمصر في تسجيل مسار رحلة العائلة المقدسة في قائمة التراث العالمي في هيئة اليونسكو. السيد الرئيس، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واحدة من أقدم كنائس العالم، والتي تأسست في القرن الأول الميلادي في مدينة الأسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والتي هي مدينة متعددة الحضارات والثقافات، ومنها انتقل الإيمان المسيحي إلى أفريقيا وبلاد أخرى كثيرة. وفي أحضان الكنيسة المصرية نشأت الرهبنة والحياة الدائرية منذ القرن الثالث الميلادي، وكان أول راهب مصريا من جنوب الوادي هو القديس أنطونيوس الكبير. وتزخر بلادنا العديد بالعديد من الأديرة، أديرة الرهبان وأديرة الراهبات، والتي صارت بمثابة جامعات روحية غنية بالتراث الروحي والنسكي عبر الأجيال منذ حضارة الفراعنة العظيمة وحتى وقتنا الحاضر. إنني إذ أشكركم على اهتمامكم البالغ بالشؤون البيئية وبكل الجهود التي تقومون بها في سبيل الحفاظ على البيئة، وحرصكم القوي على تنفيذ اتفاقية باريس للحد من الاحتباس الحراري المتزايد، فإننا أيضا في الكنيسة المصرية نهتم بالبيئة، وعلى سبيل المثال نتعلم دائما احترام نهر النيل، ذلك النهر الذي نعيش حوله كمصريين، وجعل منا وحدة واحدة فريدة. لقد احتفلنا منذ أيام قليلة بعيد الغطاس المجيد، والذي نقيم فيه قداسا خاصا بالمياه نسميه قداس اللقان، واللقان هو الوعاء الذي نضع فيه بعضا من مياه النيل لتقديس المياه، ونكرر هذا القداس 3 مرات في السنة كدعوة وكتذكرة باحترام النهر ومياه النهر الخالد. كما أن النظام السنوي في صلوات الكنيسة المصرية يقوم على أسس زراعية وحفظ البيئة من هواء ومياه وزراعات وثمار. السيد الرئيس، إننا نرحب بكم في بلادنا مصر، وهي تخوض خطة طموحة في التنمية والتنمية المستدامة،
من أجل بناء مستقبل مشرق، وإذ نتابع بكل اهتمام زيارتكم الحالية إلى مناطق الآثار المصرية المدهشة في جنوب الوادي، فإننا نتابع أيضا لقاءكم مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل المسؤولين المصريين، ونعتز بزيارتكم إلى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح ومسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية الجديدة. هذه العاصمة التي تبنيها مصر والتي تم افتتاحهما منذ أسابيع قليلة، تعبيراً عن روح العصر الجديد الذي تعيشه مصر لكل المصريين، وعن الإرادة السياسية القوية التي نفخر بكل إنجازاتها ومشروعاتها، حيث نعمل جميعاً من أجل السلام والاستقرار وبناء مصر الحديثة. أهلاً بكم في هذه الزيارة الأولى والتي نرجو أن تتكرر، راجياً لكم وقتاً بهياً وممتعاً وذكرياتاً سعيدة، وشكراً لزيارتكم. شكرا جزيلا لكم صاحب القداسة على هذه الكلمات، شكرا على استقبالكم، شكرا على استقبالكم لنا زوجتي وأنا والوفد المرافق لي. لقد أردت أن نلتقي صاحب القداسة لأني أعرف أنكم وكما ذكرتم بهذه العلاقة القديمة وقدم الأقباط في مصر وأهميتهم في مصر. إن الأقباط عنصر مهم في المجتمع الفرنسي ويعيشون بسلام في فرنسا، ونحن دائما سعداء لاستقبالهم. وأنا أعرف أنكم أنتم الأقباط الأرثوذكس عانيتم في السنوات الأخيرة من الإرهاب والهجمات، وأنا أعرف العمل الذي يتم اليوم مع الحكومة لضمان الأمن ولكي تتمكنوا من الاستمرار بدينكم وممارسة شعائركم والعيش في مجتمع آمن ومسالم. لقد ذكرتم بكل المواضيع صاحب القداسة، ويسعدني أن يكون لنا هذا اللقاء، وخاصة في الظروف التي تمر بها مصر والمنطقة بأكملها. أنا أعتبر أن التعددية وما تمثلونه وما تحملونه أنتم اليوم في مصر وفي المنطقة عنصر أساسي من إعادة إحلال السلام، ويهمني أن أسمعكم عما يقلقكم، ماذا يقلقكم وماذا تخشون. إحدى الأجوبة على الأزمات التي نعيشها، لأن أوروبا أيضا تمر بهذه الأزمة الأخلاقية الكبرى، أعتقد أن هذه الأزمة يمكن أن تحل بفضل الحوار بين الديانات، ويهمني أن أسمع رأيكم عن هذا الموضوع. كيف ترون الطرق والمعابر للحوار بين الديانات وهذا وما تفعلونه يوميا؟ لقد تفضلتم صاحب القداسة وذكرتم بالمهمة التي أوكلناها للسيد بيرسوناز لكي يواكب المسيحيين في الشرق في مدارسهم في مكتباتهم ولما يمثلونه لفرنسا. شكرا لكم على استقباله، وقدم لنا تقريره مع الوزير، وفي الشهور والسنوات الماضية المقبلة سوف نطبق هذه التوصيات. ما نريده هو أن نطور أكثر التعليم الذي يتم كثيرا من الأحيان باللغة الفرنسية، أن نرافق أيضا نشر القراءة والمكتبات، ويهمني أن أسمعكم أيضا عن هذا الموضوع. ما هي طلباتكم خاصة؟ أعتبر مثلكم صاحب القداسة أن التعليم هو المعركة الأولى، وهذا ما نفعله في بلادنا، وهي من المعارك أو هي معركة نريد أن نرافق مصر فيها. عندما لا يكون أطفالنا متعلمين بشكل جيد، لا يمكنهم أن يختاروا الإيمان أو لا، لا يمكنهم العيش بوئام، لا يمكنهم العمل وبناء مجتمع أفضل. هذا تحدي
تحدي لنا جميعا، ولهذا السبب قررنا أن نستثمر في التعليم. وأنا مقتنع أن هناك أشياء كثيرة يمكن أن نفعلها معا. وأخيرا صاحب القداسة، تفضلتم وذكرتم بأهمية المواضيع المتعلقة بالمناخ والاقتصاد. لا يمكن أن نفصل بين الاثنين، لأن المجتمع المثمر لكل سكانه يجب أن يكون مستداما. وذكرتم بالتزام فرنسا، وشكرا لكم سيدي. هذا ما نؤكد عليه دائما، ونعمل في فرنسا وفي أوروبا والعالم من أجل هذه المواضيع، ويجب أن نزيد العمل عنها حول هذا الموضوع مع أفريقيا. وهذا ما سأفعله بعد بضعة شهور، سوف أكون في زيارة إلى كينيا حول هذا الموضوع، وهذا ما نريد أن نطوره أيضا في عملنا مع مصر. هذا أمر ضروري في استراتيجيتنا المشتركة. وجودنا هنا اليوم صاحب القداسة يشهد على الاحترام الكبير الذي نكنه للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وللاعتراف بما تمثله كنيستكم ليس فقط لماضي مصر ولكن لمستقبل مصر. وكذلك نقر بما عاشته هذه الكنيسة والشهداء الذين سقطوا. وأنا أريد صاحب القداسة أن أسمعكم، كيف ترون الحوار بين الديانات؟ ماذا يمكن أن نفعل معا في مجال التعليم ولمرافقة كل مسيحيي الشرق؟ لأن هذا هو دور فرنسا أيضا. وقررت أننا سنعقد في باريس مؤتمر جديد لنرى كيف يمكن أن نعمل بفعالية أكبر لمصلحة مسيحيي الشرق. ولكن كلامكم يهمني كثيرا صاحب القداسة. مرة أخرى شكرا على استقبالكم لنا. شكرا جزيلا لهذه الكلمات الممتلئة بكل محبة. والواقع أن الكنيسة القبطية المصرية باعتبارها واحدة من أقدم المؤسسات في مصر، وهي كيان شعبي قديم، فإننا نرى أن المجتمع، المشكلة الأولى في المجتمع هي مشكلة التعليم، التعليم بكل جوانبه. ونرى أيضا أن التعليم هو مفتاح الحل، مفتاح الحل للمشكلة. وكما تعلم فخامتكم أن الاقتصاد الإيكونومي مرتبط بالإيكولوجي، بالبيئة، وهذا لا يتم الترابط بين الاقتصاد وبين البيئة إلا من خلال التعليم، والتعليم المستمر في المدرسة. نحن نعاني من الزيادة السكانية، والزيادة السكانية تؤثر على مشروعات التنمية في مصر، ولكن التعليم وجودة التعليم وتدريب المدرسين ونشر المدارس وتحديث المناهج كلها وسائل تساعد. وأعتقد أن فرنسا لها باع طويل في هذا الأمر. المدارس الفرنسية هنا في مصر لها تأثير قوي في جودة التعليم بصفة عامة. ونحن نحاول أيضا من خلال الكنيسة ومن خلال مشروعات صغيرة تنضم إلى المشروعات الكبيرة التي تقوم بها الدولة في موضوع التعليم، إقامة المدارس، وأيضا إقامة بعض المستشفيات والعيادات التي تساهم في الرعاية الصحية. أما عن السلام والاستقرار فهو لا يأتي إلا من خلال الحوار. كما تعلم فخامتكم أن العلاقات الإنسانية يمكن أن تقوم في ثلاث مجالات. هناك علاقات الحوار، وهي العلاقات الإيجابية التي تبني، وهناك علاقات أو ما نسميه بالشجار اللي هو التصادم، وهذا غير مقبول، لأننا نعترف بأهمية التعاون المستمر بين البشر. وقد خلق الله لنا أصابع أيدينا متنوعة ولكنها متعاونة تعمل معا.
وباليد وبأصابع اليد صارت الحضارات في العالم كله. والنوع الثالث من العلاقات هو ما نسميه بعلاقات الجدار، والجدار هي عدم الاستماع للآخر وعدم تقدير الآخر أو فهم الآخر. لذلك نحن نعتمد على أهمية الحوار. فمثلا عندنا هنا في مصر ما نسميه مجلس كنائس مصر، يحوي 5 أعضاء تشمل الكنائس المصرية هنا، وبيننا تعاون. هناك أيضا بيت العائلة، وهو مؤسسة بين الكنيسة والأزهر، وأيضا يوجد تعاون على المستويات الاجتماعية، ويوجد حوار اجتماعي دائم، وكل هذا يساهم في الاستقرار. المهم أن الإنسان يحاول باستمرار أن يفهم المجتمع. كما تعلم فخامتكم أن الغرب يمثل عقل العالم، والشرق يمثل قلب العالم، وبين العقل والقلب هناك ديالوج أو حوار يجب أن يستمر، ويجب أن نفهم بعضنا بعضا. عندنا تاريخ، عندنا traditions تقاليد، عندنا مبادئ، عندنا قيم كثيرة في الشرق. ربما الغرب أيضا يحوي قيم وتقاليد، ولكن يجب أن نفهم عقلية الشرق وكيف عاش. والتاريخ هنا أمر مهم جدا. نحن نرحب بكل تعاون يمكن أن تقدمه فرنسا، ونعتبر الشعب الفرنسي وفرنسا بصفة عامة من أقرب الدول التي تفهم مصر وتعرف مصر وتدرس مصر. ولذلك الحوار والتعليم هما أساسان لجعل السلام هو الأرضية المستقرة هنا. كنائسنا تعرضت إلى هجمات إرهابية كثيرة، ولكن هذه الهجمات كانت أساساً ضد الوحدة الوطنية الموجودة في مصر. نحن نعيش في مصر حول نهر النيل، ونهر النيل جعل مننا وحدة واحدة، وهذا الأمر في غاية الضرورة أننا نحفظ الوحدة الوطنية في مصر، وهذا هو سر قوتنا وسر وحدتنا. ويعطي عندما تقول فخامتكم في شوارع القاهرة أو في أي مدينة، لا تستطيع أن تميز بين إنسان مصري مسيحي وإنسان مصري مسلم، إلا فقط بأن هذا يعبد في مسجد وهذا يعبد في كنيسة. فالوحدة الوطنية هي المعيار والقيمة الأولى التي نحافظ عليها هنا في مصر من خلال الحوار ومن خلال التعليم. Merci votre sainteté. Que comment concrètement pouvons-nous agir pour aider? شكرا لكم صاحب القداسة. كيف يمكن أن نعمل معا عمليا لنساعد على تحسين هذا الحوار؟ وعملكم في التعليم، هناك فتح المدارس، الحفاظ على المدارس. مصر أمام تحدي هائل هو تزايد السكان، وطبعا هذا يحتاج إلى أن نفسر لكل رجل ولكل امرأة، وأن تكون هناك معركة فكرية ومعركة ثقافية يقودها الرئيس بكل شجاعة والحكومة المصرية. ما هو دور فرنسا في هذه المرحلة، وماذا يمكن أن نحسن عمليا في العمل معكم؟ ثانيا، الحوار بين الشرق والغرب. أنا أؤيدكم تماما فيما قلتموه صاحب القداسة. في كثير من الأحيان من الجانبين، وخاصة في عالمنا اليوم، هناك سرعة في أن نحكم على الآخر وأن يعتبر كل واحد أن الحقيقة إلى جانبه ومعه. وأنا من جانبي أعتقد أن الحقيقة هي في هذا الحوار والكلام، لأننا دائما نتعلم بالآخر. هذا الأمر
آخر المطلق، ولكن نحن دائما نتعلم من الكلام والحوار من أجل البناء. هذا ما تعيشونه يوميا، وهذا جزء من هذه الجدلية، جدلية الحوار. وأنا بهذه الروح أقود شؤون فرنسا، وليس في إطار نظرة من جانب واحد أو نظرة للعلاقات بين الشرق والغرب تكون فقط خير أو شر أو منقسمة هكذا، لا، دائما في الحوار والتكامل. شكرا جزيلا لهذا التوضيح. نحن نحتاج الحوار ومزيد من الحوار. سأذكر لفخامتكم تجربة قامت هنا في مصر. عقدنا اجتماع بين 20 كاهن قبطي و20 إمام مسلم، وجلسوا 3 أيام في أحد الفنادق يتحاورون معا، يتناقشون معا، يأكلون معا، يسألون بعضهم البعض. بعد هذه 3 أيام قاموا بزيارة لإحدى المدارس، وكان منظرا غريبا أن طلبة المدارس الصغار يروا يد الكاهن في يد الشيخ وهم يزورون المدرسة. ثم أتوا إلى هنا وتقابلت معهم 40 شخص، وأيضا ذهبوا إلى الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب إمام الجامع الأزهر. وهذا الأمر صنع نوع من التقارب الشديد جدا، حتى أن أحد الشيوخ قال أنني عندما كنت أرى كاهنا في الشارع كنت أترك الشارع كله، ولكن بعد هذه 3 أيام إن رأيت كاهن عبر الشارع سأعبر الشارع وأذهب إليه وأسلم عليه حتى إن لم أكن أعرفه. نحن نحتاج إلى تعضيد وتقوية مثل هذه الأساليب من الحوار. ليس الحوار كلاما، الحوار أفعالا، والحوار إن ساعدنا في المدارس وتقوية المدارس أن يكون هناك هذا الحوار سيكون أمرا جيدا. الأمر الذي يمكن أن تساعد فيه فرنسا هو تقوية العملية التعليمية بصفة عامة، تقوية وبناء الفكر وبناء الثقافة في أذهان المدرسين، وهذا شيء مهم جدا. وأنا أعتقد أن فرنسا بتاريخها وبعلاقتها مع مصر تفهم وتعرف المصريين جيدا، وأعتقد أن هذا أمرا سيكون له مردود طيب في السنوات القادمة. ورجعنا مرة تانية بعد ما سمعنا كلمات قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وباتريارك الكرازة ماركوسية في لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واللي بيزور مصر أول مرة، وطبعا بيزور قداسة البابا تودروس والكاتدرائية ماركوسية بالعباسية المقر البابوي للأقباط في مصر لأول مرة. وسمعنا مع حضراتكم وشفنا هذا اللقاء والنقاط اللي تحدثوا فيها قداسة البابا مع الرئيس الفرنسي. طبعا المحاور الرئيسية هي حوار الأديان طبعا والتعليم ودور فرنسا في توطيد أو تعضيد التعليم داخل مصر والتطوير من التعليم داخل مصر. أرجع لك تاني عماد، معلش احنا يعني لقاء مهم كان لازم نروح نسمعه، لسه طبعا الرئيس الفرنسي مع قداسة البابا ولسه الزيارة مكملة، بس هرجع معاك كده سريعا بقى تقولي كده تسمع أو تسمعنا النهاردة وتمتعنا أكتر بشعرك من خلال الديوان بتاعك والقصائد اللي كتبتها داخل الديوان، هتسمعنا إيه؟ أوكي تمام، في حاجة كده اسمها دعاء غير مألوف. تمام، ممكن نقولها ده في الديوان. بتقول يا رب يا عالم بمسببات الشيء وشايفه بدون ألوان، يكفينا ضحك الحزن والحضن لو إحسان، وإن احنا نحشق ناس عاشقين لناس غيرنا
أو رحنا تروح لحاجة عكس اتجاه سيدنا وجيد آخر الليل للذكرى والأوجاع وقلوبنا لما تضيق ما تسحش ولا تتساع يا رب يا اللي بتسمع صمتنا بالكلمة كفينا صوت معلش وعكس كلمة لما والطيك والتهميش والوحدة وسط اللمة وإن احنا نبقى بديل أو هم يبقوا ضيوف والخنقة دي اللي بتيجي من غير سبب معروف يا رب يا اللي مرتب صدفنا بالمواعيد يكفينا شي انفسنا وغبقنا لما يزيد وتناحت الأيام لو لابسة شكل وحيد وعشمنا لو هيكون ببتيجي من الصدمة والصدمة لو هتخلي ساعتنا توقف دق يا رب ويكفي اللفظ يكفينا كل ضلال متخبي في طوب الحق. جميل. طيب تكلمني كده بسرعة عن المسابقات اللي شاركت فيها بشعرك. انت ما شاركت في مسابقة ايه او اخدت جوائز في حاجة معينة ليه علاقة بالشعر؟ قولي كده. هو انا اللي شاركت فيه كان في جايدة اسمها الشعر العربي عاملة مسابقة دي شاركت فيها وخدت فيها مركز اول عامية. وشاركت في الجامعة برضو السنة دي خدت في كلية الاداب خدت مركز ثالث عامية. جميل. طيب انا عايزه اسمع منك طبعا اكبر عدد من القصايد او اكبر عدد من الاشعار اللي انت كتبتها فتسمعني قصيده تانية او هتسمعني شعر تاني انت كتبته. في حاجه تاني اسمها على الزوار. على الزوار ممكن نقول دي في الديوان برضه. اه تمام. بتقول على كل الزوار لحياتي ارجو ما عاد الاتي يستحسن جدا يعني انكم تجوش من الاول مش كويس فيك والله الكره في قلبي ده نادي انا بس ما عدتش قادر اتحمل تاني فراق او ادخل اي تجايب جوايا شواق بتحايب بتموت وبموت وياها والموت اتاهيه انواع اصعبها ان انت تعيش متصاحب على الاوجاع تتسهروا في اخر الليل تفصيله تجيب تفاصيل فتلاقي الفيلم تعاد وكلامهم بيبكيك انا هفضل دايما ليك على قلبك كده على طول هنعجز سوا مع بعض هو انت يا سيد الطول من يقدر ده يفيقنا من بس يحل الوقت غصبا عنك هبقالك اسكت ساكت دلوقت غلطتي ان انا صدقت وكأن القرب ده ذنب وحقابه انك تنداس الناس في بيتها الشيء اما انا في بيتي فالناس والدنيا دي فيلم كبير في مشاهد تبقى بطولة ومشاهد تاني كومبايس وحصيلة كل مشاهدك أوجاع عمالة تتهز. جميل جميل. عايز أختم معاك كده بإنك تقولي عايز تعمل إيه الفترة اللي جاية. هو هدف أي شاعر إن الكلام بتاعه يوصل للناس ويحبوه. بس أنت قطعت سكة طويلة في ده بإنك نشرت الديوان بتاعك في معرض الكتاب. آه دي الخطوة الأولى. تمام. الخطوة الثانية بقى إن الكلام بتاعي يوصل للناس ويحبوه. يعني في ناس كده يعني كلامي يعبر عن الناس عن حال الناس يحسوه ان الكلام ده موجه ليهم هم او هم اللي كاتبينه. ده هدفي. جميل. يا رب الفتره اللي جايه نسمع عنك اخبار خير وتبقى حققت الجزء الاكبر والخطوه الثانيه والثالثه والرابعه من اهدافك. بشكرك شكر جزيل استاذ عماد ملاك كاتب ديوان شعر. بشكرك لوجودك معايا النهارده وصباح الخير. ميرسي خالص. هخرج مع حضراتكم لفاصل قصير. بعد الفاصل هنبدا معاكم الصحافه التحليليه الدنيا فيها ايه نعرف اخر الاخبار مع ضيوفنا انتظرونا مره ثانيه.